او ما كانش كان لازم يكون في اليات لالزام الجانب الاسرائيلي بوقف هذه المجازر وان يكون في تدابير حاسمه للحفاظ على حياه المدنيين. ما بين الاراء اللي شايفه كده او كده هنتكلم في فقرتنا الرئيسيه النهارده، لكن خلونا نقول العنوان اللي انتهت ليه محكمة العدل الدولية امبارح. امبارح طلبت محكمة العدل بضرورة اتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية من قبل طبعا الجانب الإسرائيلي اللي الهدف منها توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وأهمها أن إسرائيل تتوقف عن ارتكاب الجرائم، جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف طبعا تدمير حياتهم بشكل عام. بالإضافة إن محكمة طلبت، يعني كانت إسرائيل رفع دعوة علشان توقف المسألة دي كلها، فمحكمة العدل الدولية رفضت هذه الدعوة الإسرائيلية. مصر الحقيقة طلعت بيان بترحب بدور محكمة العدل الدولية والقرارات اللي اتخذتها بخصوص مثلا اللي هي التدابير المؤقتة اللي الهدف منها حماية حياة المدنيين، لكن مصر في بيانها قالت انها كانت بتأمل ان محكمة العدل الدولية يعني تطلع قرار من شأنه وقف الحرب على قطاع غزة علشان التدابير اللي بيتكلموا عليها يكون ليها محل، يكون ليها موضع من التطبيق. يعني بتتكلم على تدابير علشان تحمي حياة المدنيين وانت في نفس الوقت آلة القتل والدمار شغالة والتعنت في مسألة المساعدات الإنسانية مازال موجود، فعلى أي أساس هذا الكلام؟ من ناحية تانية عندك الاتحاد الأوروبي طلع بيان وأكد فيه ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية ودعمه الكامل طبعا لمسألة التدابير اللي على إسرائيل اتخاذها. أمين العام للأمم المتحدة برضو رحب بقرارات محكمة العدل الدولية، لكن في عندنا شيء مهم أو نقدر إن احنا نبني عليه، إن هذه القرارات هيتم حلتها لمجلس الأمن المنتظر زي ما عرفنا كده من الأخبار إن هيكون في اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء اللي جاي عشان القرارات دي تكون قرارات ملزمة للجانب الإسرائيلي، مع علامة استفهام طبعا كبيرة وتخوف يعني وقع على الأرض من استخدام الفيتو الأمريكي. على كل الأحوال الملف ده خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيله ونناقش أهمية طبعا هذه القرارات ومعناها كمان. بس الأول خلوني أرحب بالدكتورة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام، وهي طبعا موجودة في لاهاي ومقر طبعا انعقاد محكمة العدل الدولية وعندها تفاصيل وكواليس ما جرى. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفيرة. اهلا وسهلا بيك معالي السفيره. يعني يا ريت حضرتك توضح لنا ايه اللي حصل في محكمه العدل الدوليه امبارح وراي حضرتك في هذه القرارات وشايفاها ازاي، يعني تعليق حضرتك عليها. مبدئيا هو اقدر اقول ان الجلسه امس كانت جلسه تاريخيه بلا شك بكل ابعادها، والسبب انه اتفضلي يا فندم. الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة أيدوا ما خرجت به المحكمة. بلا شك زي ما تفضلت في البداية أنه لم يأتي القرار أو يتطرق إلى وقف إطلاق النار، ولكن كافة التدابير الاحترازية اللي انتهت إلى المحكمة بشكل مبدئي تشير في فحواها بضرورة وقف العمليات العسكرية. القرار اللي طلعته المحكمة لأول مرة في التاريخ قرار ملزم، نحن لا نحتاج الذهاب لمجلس الأمن لإلزامه، ولكن الذهاب لمجلس الأمن هو لتفعيل القرار. معلش أفهم من حضرتك إزاي هو ملزم؟ إيه شكل الإلزامية؟ اتفضلي. إحنا المحكمة خرج منها قبل ذلك رأي استشاري في موضوع الجدار العالي. الرأي الاستشاري هو مجرد رأي استشاري، طبعا رأي له أهمية قانونية، ولكن حتى من الكلمة استشاري لأن هو أجهزة الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل الدولية في بعض الأمور القانونية لأنها ستضيف إليها جديد في عملها. تمام. إنما المرة دي دعوة رفعها دولة ضد دولة، هي جنوب افريقيا رفعت دعوه ضد اسرائيل في اطار اتفاقيه منع جريمه الاباده الجماعيه. تمام. فبالتالي هنا الامر الذي خرج بالامس هو امر ملزم قانونا وليس استشاريا.
الفرق هنا لما بنقول ليه مجلس الامن، لان في فرق ما بين قانون، المحكمه بتطلع قانون لكن في تفعيل حتى في القضاء الداخلي. انا هاخد قرار من محكمه داخليه لكن بتجه الى جهات التنفيذ للتنفيذ. من الممكن انه يعطل التنفيذ في مجلس الامن يا فندم باستخدام الفيتو الامريكي مع المخاوف بده؟ لا، هو القرار ملزم في حد ذاته. تمام. ولكن الضغط السياسي من قبل مجلس الامن هام. ان لم يصدر وفشل عن مجلس الامن عن اصدار قرار من المجلس لتفعيل الحكم في الناحيه التنفيذيه، هذا لا يقلل من شأن الحكم من الناحية الإلزامية، وأن على إسرائيل خلال شهر أن تقدم تقرير للمحكمة حول التطورات في الموضوع وكيف نفذت الأعمال المنصوص عليها. اللي هو إزاي بقى يا معالي السفيرة؟ يعني إيه هي التدابير وإنه يتم الإعلام بيها؟ تمام. التدابير هم تركيزهم في 4 تدابير. الأولى هو الامتناع عن اي اعمال من المنصوص عليها في الاتفاقيه الدوليه لمنع جريمه الاباده الجماعيه، اللي هي الاستهداف المدنيين، القتل العمد والى اخره، لسته كده في الاتفاقيه. منع ومعاقبه كل من يقوم بالتحريض العام والمباشر للاباده الجماعيه. لانه في تحريض مستمر في الاليه الاعلاميه ومن قبل بعض المسؤولين في اسرائيل فيما يتعلق بالاباده الجماعيه. صحيح. امر كذلك امر اسرائيل بالتوقف عنه. وكذلك اتخاذ كافه التدابير لضمان وصول المساعدات الانسانيه للمدنيين. وهذا التدبير لانه ياتي ليس فقط من الاتفاقيه ولكن ياتي في اطار الظروف الموجوده حاليا، حتى القاضي المستقل الاسرائيلي صوت لصالحه بضروره وصول المساعدات الانسانيه للمدنيين. اخر تدبير كان الحفاظ، وده مهم جدا، اللي هو مرتبط بالتقرير اللي اشرت اليه، الحفاظ على كل الادله المرتبطه بالاباده الجماعيه في غزه وتقديم تقرير للمحكمه بذلك. فبالتالي المفروض خلال 30 يوم تقوم اسرائيل بتقديم الى المحكمه تقرير بما فعلت في البنود الاربعه دول. طيب بس نفذتها قامت. طب ما هو ما عدش 24 ساعه على القرار المحكمه امبارح وما زالت المجازر مستمره، والنهارده وامبارح حصار لمستشفى الامل في خان يونس وقتله بالعشرات واجبارهم على النزوح، فده برضو شايفاه ازاي؟ ما انا زي ما بقول هناك فرق ما بين القانون وما يحدث على ارض الواقع. تمام. احنا دلوقتي بنقول خدنا قرار تاريخي من محفل قانون. ولكن اطار التنفيذ ده هيدخل، حضرتك اشرت الى ان هناك ترحيب دولي كبير من قبل عدد كبير من الدول بهذا الحكم. هذا يعني انه المفروض انه يترجم في اجراءات سياسيه من قبل الدول التي رحبت بهذا القرار. وبالتالي مسؤوليتها من ناحيه المسؤوليه الدوليه ان هي تساعد المحكمه في تنفيذ. طب هو ليه ما طلعش امبارح قرار بوقف اطلاق النار؟ دي بقى ده موضوع سياسي، والمحكمه يحق لها ان هي تغير الصيغه بتاعت الطلبات المطلوبه كتدابير احترازيه. طبعا احنا بلا شك ما كناش سعداء ان هو ما طلعش وقف اطلاق النار، ولكن في النهايه هناك توازنات دوليه يجب ان نعي الواقع الدولي اللي احنا بنعيش فيه، وانه قرار المحكمه انه يطلع بهذه القوه من وجهه نظرنا كمحامين دوليين يعني ده نقله نوعيه يمكن البناء عليها. ده سؤالي بقى، انا هستثمر ازاي الحكم ده؟ ازاي ابني عليه؟ في حشد راي دولي، تحركات سياسيه، الضغط على الجانب الاسرائيلي؟ هو ده الجانب السياسي، لانه مثلا حضرتك قلتي مجلس الامن، الجزائر هي العضو العربي ومن شمال افريقيا في مجلس الامن. ايوه فهمت. هي هتاخد الملف وهتقدمه لمجلس الامن. تمام. وهذا للضغط على مجلس الامن لاصدار قرار ملزم كذلك من جانبه لاسرائيل لتنفيذ هذه البنود.
هناك كذلك الحراك الدولي الذي سيرتبط بهذا القرار من قبل من يدعمون إسرائيل. هنا يصعب على أحد ممن يدعمون إسرائيل أن يخرج عدا الولايات المتحدة أن يخرج أن يقول أن ما تفعله إسرائيل في إطار القانون الدولي، لأن المحكمة قالت أن ما لديها حاليا بشكل مبدئي من أدلة ومعلومات تشير إلى أنها يجب أن تحترم القانون، أنها لا تحترم القانون، وبالتالي ما ينفعش يجي النهاردة حد من دولة ثانية ويجي يقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بقى أو أنه يبرر هذه الجرائم. بالضبط. طيب هو ايه برضو معنى او ما يترتب عليه رفض الدعوة الإسرائيلية امام مجلس امام محكمة العدل؟ ده او الطلب الإسرائيلي، الدفوع الإسرائيلية. يعني هو اللي حصل ايه، ان هو جنوب افريقيا قدمت طلباتها بدفوعها. اسرائيل قدمت دفوعها، دفوعها كانت جامعها مرتبطة بنفس ما يأتي في كل وسائل الإعلام، حق الدفاع الشرعي عن النفس، ما حدث يوم 7 وحقها أن تدافع عن نفسها والإفراج على الرهائن. المحكمة أصدرت في الأمر ضرورة الإفراج على الرهائن من كافة الأطراف وكافة الجوانب، ولكن الدفوع الأخرى لا أساس لها في القانون. والدفوع الأخرى التي أتت بها إسرائيل رفضتها المحكمة لأنها تتعارض مع قواعد القانون، لذلك تم رفضه وقوبلت الدفوع من قبل جنوب افريقيا. مفهوم. انا بشكر حضرتك طبعا على التوضيح وعلى تفسير طبعا هذا القرار وما يترتب عليه. معالي السفيره نميره نجم بشكرك شكرا جزيلا، خبير القانون الدولي، شكرا لحضرتك. طيب زي ما كنت بقول لحضراتكم، رد الفعل المصري، البيان اللي صدر من الخارجية بخصوص الترحيب بهذه القرارات، وطبعا كان الأمل في مسألة إصدار قرار بوقف إطلاق النار، لكن طبعا زي ما شرحت معالي السفيرة وزي ما هو مفهوم طبعا الحسابات والضغوط السياسية كان لها أثر إنك ما توصلش لهذه النقطة. لكن في نفس الملف مصر بتواصل تحركاتها واتصالاتها مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية إيجاد طبعا مخرج من هذه الأزمة.